قفش عنده مشكله بيبص للفلوس. نسب الحق محمد الشناوي بالمباراه، ودي مفاجاه ما تعداش 20%. انا بقول لك الزمالك صارت الخمس سنين دول على انتقالات اللعيبه بالعقود بتاعتهم اكتر من 1,400,000,000 جنيه. بس كابتن احمد حسام اللي بيعمل الكلام ده كله ليه دلوقتي؟ عشان هو عضو اللجنه الفنيه في الزمالك. المعلومات الكامله اللي عندي ان الراجل طلب دعم 4 مراكز، 3 منهم اجبار وواحد اختيار. حمدي فتحي العرض اللي جه من الوكر القطري لم يكن عرضا رسميا. موضوع كهربا والزمالك، الفلوس هتدفع امتى؟ الاهلي ليه سحب شكوته قدام القضاء الاداري ضد لجنه الانضباط؟ السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده مع السير عبد الحكيم ابو علم. اهلا بك يا مارد. ولنا عوده. الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك. ايه الاخبار؟ تمام. الدنيا اختلفت كتير عن الحلقه اللي فاتت. ليه؟ الاهلي الحلقه اللي فاتت كان عنده شويه مشاكل، دلوقتي الاهلي الاشياء معدن وبنكسب. المشاكل دي بيصنعها الاعلام. الدنيا جوه الدنيا جوه في اداره بتدير بشكل كويس جدا وبتعرف تمشي الفريق وعندك استقرار فني واداري، حتى لو النتائج هنحصل فيها مشكله بعض الوقت هتتحسن. لكن الاهلي السيستم بتاعه بينجح اي حد وبيخلي الدنيا كويسه جدا. انا من اول السنه وانا واثق ان احنا نوصل للمرحله دي، مش عشان قصه الاهلي، لا، عشان طول ما انت بتشتغل صح بتحط القوانين واللوائح اللي بتنظم وبتشتغل عليها كله هيمشي كويس. هقول لك ماتش الخمسه، الخساره بخمسه قدام سان داونز، انت جيت كلمتني ساعتها وقلت لي خمسه ومش خمسه، قلت لك تعامل اداره النادي الاهلي مع الملف ازاي. انا عايز اقول لك حاجه، ده تعامل يدرس. اداره النادي الاهلي اتعاملت ازاي؟ اجتمعت بكولر لوحده، اجتمعت بسيد عبد الحفيظ لوحده، اشتغلت على الملف ده ازاي، ان انت تشتغل جوه وتحسن. عندك مشاكل ان انت كنت مثلا الفرقه بتسافر مباشره، ما حدش بيسافر قبلها، ابتدى يتم تكليف سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي انهم يسافروا قبل الفرقه يجهزوا لاستقبال الفريق والكلام ده كله. كولر نفسه من الماتش ده الاهلي ما دخلش فيه الا جون واحد بس، لان ابتدى يشتغل على المشاكل اللي عنده، ابتدى يحل. فخساره الخساره الاهلي اتعامل معاها بشكل كويس جدا. خلينا نتكلم في اللي جاي، ببلاش نتكلم في الماضي. تمام. خلينا في الاول كده عايز اسالك، شايف نسب فوز الاهلي على الوداد المغربي عامله ازاي في النهائي؟ بص، اي حد يقول لك توقع، يبقى بص دول فرقتين وصلوا فاينل، ده وصل على حساب مين وده مشوار ايه وده مشوار ايه؟ اللي يتوقع يبقى غلطان. ليه؟ بترتبط بايه؟ بحاله الفريق قبل المباراه، وقت المباراه، التركيز فيها جزء من الحظ شويه. ان انت مثلا نسب الحق محمد الشناوي بالمباراه، ودي مفاجاه ما تعداش 20%. أوه. مباراه الذهاب نسب لحقه ما تعداش 20%. محمد الشناوي يكاد يكون مقيم في النادي الاهلي، بيشتغل تدريبات تاهيليه 3 مرات في اليوم، بس نسب لحقه دي برده من الحاجات مثلا السيئه. فممكن قبل المباراه تلاقي نفسك عنصر من عناصر الاساسيه، طبعا ده لا قدر الله، تفقد عنصر مثلا زي بيرسيتاو، تفقد عنصر زي كهربا. الحاجات دي بتكون مؤثره، ما تعرفش دلوقتي تقول نسب الاهلي كام ونسب الوداد كام، دي بتبقى مرتبطه بحاله الفريق وقتها، التركيز، التجهيز، الاستعداد النفسي. لكن كفرقتين، فرقتين تقال جدا. طيب خلينا نروح لملف تاني بعيدا عن ملف النهائي. الناس برضو بص على الانتقالات اللي جايه، في كلام عن حمدي فتحي وان الاهلي هيقبل العرض عشان العرض كبير جدا في اتجاه داخل الاهلي يعني بكده، وفي ناس بتتكلم عن ايلو ديانج برضو ان ده اخر موسم ليه مع الاهلي. مع في نفس الوقت بنشوف ان عمرو السوليه راجل بيكبر في السن وحتى مشاركته بقت تقل مع الفريق من ساعه ما كولر جه. الدنيا رايحه فين؟ هنقسم السؤال بتاعك لثلاث نقط. النقطه الاولى حمدي فتحي. حمدي فتحي العرض اللي جه من الوكر القطري لم يكن عرضا رسميا، كان عرضا بناء على اتصالات مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن امير توفيق. العرض ما كانش فيه جزء مالي، يعني ما فيش، يعني العرض احنا عايزين اللاعب اعاره بنيه البيع، ما كانش فيه الفلوس كام. الاهلي رفض بناء على راي كولر وحط شرط، لو عايزين اللاعب ابعتوا لنا عرض شراء نهائي وقيمه ماليه تكون موجوده. حسب معلومات الاهلي مش هيوافق باقل من 5 مليون دولار. ادي مين؟ حمدي فتحي. حمدي فتحي قال ديانج، الراجل طلع حسامها بعد الفوز على الزمالك في السوبر الامارات الاخير، قال لك انا مش عارف الناس بتجيب الشائعات دي منين، انا ما عنديش عروض، انا مش عايز امشي من مصر، انا اهلاوي ومرتبط بالنادي الاهلي. عمرو السوليه ما بيلعبش بمستوى، عمرو السوليه راجع من اصابه بمزق في العضله الخلفيه او مزق في السمانه، اصابه سخيفه جدا، قعد شهر ونص، دي النسبة الطبيعية، ده البروتوكول الطبي الطبيعي، حتى انه ما بيلعبش. انت ما ينفعش انت واحد راجع من مزق تروح تنزله مباشرة على الملعب، لازم. وبعدين انت شايف في ناس يعني واحد زي مروان عطية عامل أداء عظيم. مروان عطية وأحمد القندوسي جاي في السكة.
تمام، فانت ما عندكش مشكله في المركز ده اصلا. انت دلوقتي من كتر العناصر الجاهزه عندك في المركز الثلاثه دول انت قفشه ما بيشوفش الملعب، لان انت عندك بتختار ثلاثه من خمسه، والخمسه اعلى من بعض، الخمسه اعلى من بعض. اكرم توفيق لما يرجع من الصليبي هيبقى عندك ست لعيبه في المركز ده، وفي واحد تاني محمد هاني وخالد عبد الفتاح كمان راجل. لا محمد هاني ربنا يوفقه السنه اللي جايه. خالد عبد الفتاح مكمل طبعا، خالد عبد الفتاح خلاص اعتبره منتهي تمام. محمد هاني هيلاقي منافسه جامده جدا السنه اللي جايه، هيبقى عندك اكرم توفيق وكريم فؤاد باذن الله يكونوا رجعوا، هيبقى عندك خالد عبد الفتاح. انا نسيت كريم فؤاد والله. عندك خالد عبد الفتاح ادي ثلاثه، عندك احمد سيد عبد النبي المعارف الداخليه وبيقدم موسم كويس جدا هيرجع ان شاء الله، وعندك باذن الله باذن الله الاهلي ممكن يجيب حد في المركز ده برضه ثاني، يبقى عندك خمس عناصر، هيبقى منافسه جامده جدا. كلمني عن ازمه الدولار مع الاهلي في الثلاث الجاي، تاثيرها هيبقى عامل ازاي؟ الازمه دي في مصر كلها مش في النادي الاهلي اكيد طبعا. اكيد طبعا الازمه دي في مصر كلها، بس النادي الاهلي بالنسبه لفرقه الكوره هي بره الحسبه دي. ازمه الدولار ممكن تاثر فين في النشاط الرياضي، فرق اليد والسله والطايره والكلام ده كله، ده ممكن تاثر. بس في برضه في ناس في السله وفي اليد لا مساس بيهم، ديفيد ديفيز المدير الفني لفرقه اليد لا مساس بيه، وجستي المدير الفني لفرقه الباسكت لا مساس بيه، لكن النشاط الرياضي هيتاثر بالدولار، هيتاثر بالدولار، لكن فرقه الكوره لا. فرقه في بشاير بانت على الانتقالات الجايه، يعني في لعيبه مثلا الراجل طلبها سواء كان في مره في مصر او بره مصر. بص عشان نبقى منطقيين، حسب المعلومات اللي عندي ورد ان يكون في معلومات عندي مش كامله، احنا بدري قوي. المعلومات الكامله اللي عندي ان الراجل طلب دعم اربع مراكز، ثلاثه منهم اجباري وواحد اختياري. الاجباري عايز مركز المهاجم، عايز الجناح الايسر، عايز قلب دفاع، دول الثلاثه اللي طالبهم اجباري لازم يجوا في الصيف. عايز حاجه اختياري الصيف ده او الشتاء بديل لمعلول، يعني تجهزوا لي بديل لمعلول عشان الراجل خلاص بيكبر. يعني ده اختياري بقى، ممكن قدامك لحد الصيف لحد الشتاء، مدهم حته يعني لحد الشتاء، يعني بيسيب لهم مسافه مثلا. لا ساحة. عشان مصر عندها مشكله في المركز ده لازم نعترف. يعني احمد فتوح لما غاب انت ما عندكش حد في معسكر المنتخب اللي جاي، جهاز الفني المنتخب نفسه فيتوري عنده مشكله مش لاقي يجيب مين. يبقى اننا بنتكلم عن الانتقالات، في تصريحات كده اثارت الجدل من كابتن احمد حسام ميدو للفتره الاخيره، عامل شويه قلق جامدين قوي. يعني ميدو قال لك ان الاهلي انفق 905 مليون على الانتقالات في خمس سنين وكسب 11 بطوله، وفي نفس ذات الخمس سنين الزمالك انفق 450 وكسب 8 بطولات. يعني نقدر نفهم كده ان الزمالك مركز شويه زياده عن الاهلي في موضوع الانتقالات، او الانتقالات اللي بيجيبها الزمالك بتفيد بشكل مباشر اكتر الزمالك. بص انا من الناس اللي بحب كابتن احمد حسام ميدو العالم، بس العالم لا انا بحبه بعيد عن قصه اهلي وزمالك، انا بحب احمد حسام ميدو، وبشوف ان هو واحد من ضمن الناس اللي لعيبه الكره اللي دخلت مجال الاعلام اللي نجحت. يعني مش كل لعيبه الكره اللي دخلت مجال الاعلام نجحت، ده واحد من ضمن الناس اللي نجحت فعلا وبيعرف يختار الموضوعات اللي بيتكلم فيها. بس كابتن احمد حسام ميدو بيعمل الكلام ده كله ليه دلوقتي؟ عشان هو عضو اللجنه الفنيه في الزمالك. احمد حسام ميدو لو هيجي يكلمني بالارقام دي، ارقام جابها منين؟ انتقالات اللعيبه دي بتتضمن حاجتين، انت بتتعاقد مع لاعب وعقد اللاعب السنوي، وهو قال لك ان الزمالك انفق 450 مليون جنيه في خمس سنين، والاهلي 905 مليون في خمس سنين، والاهلي جاب 11 بطوله والزمالك جاب 8، بما يعني ان الزمالك صرف اقل وجاب بطولات افضل. طيب خلينا بس نتكلم بالارقام، وانا هقول له انت المفروض خمس سنين معروف ان الزمالك اكتر فرقه بتجيب لعيبه في اي فتره انتقالات، بيجيبوا ال 10 لعيبه و8 لعيبه، انا ماليش دعوه. انا هقول للكابتن احمد حسام ميدو سبع لعيبه بس، سبع لعيبه بس في خمس سنين ثمنهم 800 مليون جنيه. بص سبع لعيبه في خمس سنين، مش هقول لك الفرقه الزمالك بالقائمه 30 ل 35 تحسب في خمس سنين الزمالك جاب حوالي 100 لاعب، انا هقول له سبعه، هو قال 450، انا هقول له سبعه بالارقام، سبعه في 705 مليون جنيه. فرجاني ساسي اعلن رئيس نادي الزمالك نفسه وقت ما جابه في 2018 ان اتجاب ب 4 مليون يورو، انا ماليش دعوه مين دفعهم، ب 4 مليون يورو من النصر السعودي، واللاعب كان عقده ما يقارب زيهم في الثلاث سنين، 8 مليون يورو يا سيدي هحسب لك على السعر القديم يعني ما يقارب 200 مليون جنيه، ادي اول لاعب. اشرف بن شرقي هم قالوا يا عم 2 مليون اتجاب من الهلال، لا اعتبره مليون دولار، واللاعب كان عقده ب 3 يبقى 4 مليون دولار، ادي 100 مليون تانيين. جميل قوي كده، يبقى كده كام؟ 300 مليون جنيه. محمد عواد اللي جابوه من الاسماعيلي وده بلسان رئيس النادي وقتها، دفع 35 مليون للاسماعيلي واللاعب عقده ب 72 مليون جنيه حسب العقد اللي اتسرب، ادي 100 مليون يبقى ادي كام؟ ادي 400 مليون جنيه، دول اربع لعيبه. دول ايه؟ دول ثلاثه لعيبه ماشي؟ ابراهيم اناداي السنه دي مشترينه، بص ده لاعب ثمنه سعره قليل جدا، مليون دولار واللاعب عقده مليون ونص يبقى 2.5 مليون دولار، يعني ما يوازي بسعر ده بتجاب السنه دي، ما يوازي حوالي 90 مليون جنيه، ادي 600 مليون جنيه او 500 مليون جنيه. عمر جابر وابراهيم ونبيل عماد دونجا اللي جابوهم من بيراميدز،
عمر جابر الصفقه اعلنت ب 28 مليون جنيه، عمر جابر العقد اتسرب عقده ب 45 مليون، ونبيل عماد دومب عقده ب 30 ب 75 و28 ادمي يبقى ده 700 مليون جنيه. ماشي، انا اللي هقول لك مصطفى زناري ولا هقول لك طارق حامد قبل ما يمشي كان عقده ب 15 مليون جنيه في 3 سنين يعني 45 مليون جنيه. فانت لما تيجي تقول لي يا كابتن احمد حسام ميدو في الخمس سنين الزمالك جاب 450 مليون، انا قلت لك سبعه لعيبه بس ب 715 مليون جنيه، يبقى حضرتك جبت منين الارقام اللي بتتكلم عليها وايه هدفك من الارقام دي؟ لما تحب تناقش وتعرض حاجه وتنحاس في برنامج للاعلام اتكلم بمنطق، ما تقوليش تعاقد. ما هو جزء من التعاقد ان انت اللاعب جايبه بكام وبياخد كام، لكن حته ان انت تروح في ناحيه ثانيه. انا بحب احمد حسام ميدو وما كنتش اتمنى ان يقول الارقام دي مش هتلاقوها عند حد. لا يا باشا، ما كل الناس بتفكر 90% من عقود الزمالك اتسربت. هات يا عم اي بني ادم بيتفرج عليا وبيتفرج على احمد حسام ميدو عقود الزمالك اللي اتسربت اللي اتسرب مستندات، يطلع المستندات دي ويحسبها. وعلى فكره انا ما قلتلكش في الخمس سنين زي ما هو قال، انا بقول لك فين. هات سبع ثمان لعيبه اللي انا قلتهم دول هتلاقيهم يعدوا 700 مليون جنيه. انا بقول لك الزمالك صارت في الخمس سنين دول على انتقالات اللعيبه بالعقود بتاعتهم اكتر من مليار و400 مليون جنيه. مليار و400 مليون جنيه، مش اقل من مليار و400 مليون جنيه. انا ما عنديش ارقام، بس الارقام اللي اتسربت انا بقول لك ما عندكش ارقام يا راجل، ده انا حاسس ان قدام الجهاز المركزي للمحاسبه. لا انا بكلمك على الحاجات اللي انا على فكره انا جبت كام بند. مش احمد كابتن حسام حسام قال لك انا بقالي شهور بدور في المعلومه. شهوريه يا كابتن، انت بتتكلم عن النادي 900 مليون يا عم. صح، الاهلي 900 مليون جميل قوي كده، بس الزمالك 900 مليون جاب كام بطوله؟ 900 مليون عامل استقرار قد ايه؟ طب احنا هنخلص من قصه الكهرباء دي امتى؟ احنا كل شويه في 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 موضوع حوالين كهرباء. كهرباء الماتش اللي فات امبارح ما لعبش، الاهلي سحب القضيه بتاعه لجنه التظلمات، والدنيا رايحه فين دلوقتي؟ يعني ليه الاهلي سحب القضيه؟ الناس اتفاجئت من الموضوع. طيب تعال نقسم بس سؤالك لثلاث اجزاء. السؤال الاول، غياب كهرباء عن مباراه انبي ده بسبب اجهاد عام في العضله الاماميه، فاللاعب مش ما كانش موقوف او خايفين من اي حاجه، ده الجزء عشان ما يتصابش. انت بتعمل روتيشن بين اللعيبه عشان الفاينل، فانت بتحاول. وشريف جاب جون وعبادر جاب جون والناس دي ما كانتش في اخر فتره. بص كولر عامل البطل عنده هو السيستم، هو النظام، البطل هو سيستم الفريق مش طريقه اللعب. مش طريقه اللعب، اي حد هينزل يلعب هيأدي بنفس الشكل، بس فرق بقى ايه؟ في لاعب يضيف بالمهاره وفي لاعب ياخد. يعني محمود كهربا كمهاجم اعلى مليون مره من محمد شريف. محمد شريف جاب جون حلو بس مستوى صفر، تمام؟ فانت بتتكلم هو اللاعب بيضيف للسيستم ولا بياخد منه، لكن السيستم هو الاساس. انت شفت امبارح غير الثلاثه ديفندر قدام انبي، لعبوا وكملوا، كنت بتلعب بعدد بساط رهيب حقيقي. ده معناه ان ده السيستم اللي شغال، اللي بره زي اللي جوه، اللي بره زي اللي جوه. بس في فرق بقى ايه؟ لاعب زي علي معلول يضيف بانه قلبه عنده شخصيه وجراءه انه يروح، ومحمد اشرف ما عندوش خبرات بس هيأدي نفس الدور، بس فرق هنا الاضافه. محمود كهربا عنده سنس المهاجم وبيضغط، غير محمد شريف اللي لسه قدامه كتير بدنيا وفنيا عشان يجي. محمد مجدي قفشه لما نزل غير حمدي فتحي، حمدي فتحي بيلعب بقوه وبعزم، محمد مجدي قفشه تحسه بيلعب ونفسه مسدوده. ايه اللي عمله طاهر في الماتش بتاع ما هو طاهر ده برضه. انا قلت انا في حلقه قلت لك ايه؟ قلت لك في لعيبه من الاهلي لو ما لحقتش نفسها القطر هيفوتها وهتركب. طاهر محمد طاهر منه، لازم تلحق نفسك، لازم تدوس على نفسك وتشتغل. قفشه لحق نفسه او عنده فرصه يلحق نفسه ولا لا؟ لا قفشه عنده مشكله بيبص للفلوس، ان هو شايف ان عقده صغير ومركز في الحته. احنا ممكن نودع قفشه؟ لا 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 مش هيودع هو، بس ايه لازم يبص الفلوس هتتعدل هتتعدل، بس لازم تبص في الملعب. الجزء الثاني في موضوع الكهرباء، الاهلي ليه سحب شكوته قدام القضاء الاداري ضد لجنه الانضباط؟ عشان نتفق ونبقى صراحة، القصه كلها ان اتحاد الكوره بعد جواب للنادي الاهلي قال له فيها ان احنا هنعرض تشكيل لجنه الانضباط على الجمعيه العموميه، فانت شكوتك هنا اصبحت ليس لها محل من الاعراب، لان انت خلاص هم قالوا لك ان احنا هنعرض الموضوع، فانت بتضعف على بتعمل قضيه ان لجنه الانضباط تشكيلها غير قانون. هم قال لك هنعرضها على الجمعيه العموميه، خلاص الموضوع انتهى. النقطه الثانيه ان الاهلي كان يهدف من الشكوى دي ان انت كهربا يلعب السوبر، وخلاص كهربا لعب السوبر. الاهلي حس بارتياب ان الشكوى جت قبل السوبر على طول، اللي هو انت بتحرمني منه قدام الزمالك في السوبر. هي فيها الحته دي، بس في النقطه الثانيه ان انا خلاص. بص عشان ابقى صراحه، الاهلي دلوقتي حاليا بنسبه 85% قرب من حسم الدوري، فانا كهربا لو طلع قرار، بس اهم حاجه ان عقوبه 12 مباراه دي تنزل. خد بالك هي دي الموضوع، يعني لو نزل ست مباريات برضه الاهلي ما عندوش مشكله. ليه؟ ما هو انت ده جزء تاني برضه من اعتراض الاهلي ان العقوبه بالغ فيه. العقوبه كبيره طبعا مش موجوده في الاهلي، ده وجهه نظر الاهلي. الحاجه الثالثه بقى موضوع كهربا والزمالك، الفلوس هتدفع امتى؟ الفلوس هتدفع بعد نهايه الموسم. بس ده الجزء بتاع كهربا الثلاث اجزاء اللي فيه. اخر حاجه احب اسمع تعليقك عن كلام الكابتن رضا عبد العال، اللي شايف ان مروان عطيه لاعب تعبان في الاهلي، يعني كان بيلعب في الاتحاد افضل من كده، وانه مارسيل كولر مدرب على الله وبتمشي معاه وهذا الكلام.
كلام من هذا القبيل. كابتن رضا راجل فكاهي جدا على فكره. ما هو يعني راجل فكاهي جدا، وعايز اقول لك حاجه، هو بيعمل حاله بس مش اكتر. لكن اتكلم على، بص انا تملي بروح لغه الارقام، ماذا فعل مرسي الكره مع الاهلي؟ لا هو متهيالي ان اي حد شاب بيتفرج على الاهلي الفتره اللي فاتت شايف تاثير مروان عطيه، بدليل ان الراجل نزل الراجل اساسي من اول ما جه الاهلي. القصه برضه في مروان عطيه، احنا مش عايزين ننجم واحد على فتره معينه. لا هو الانجاز في حد ذاته ان محمد مجدي قفشه السنه اللي جه فيها الاهلي كان نفس مستوى مروان عطيه. الناس نفخت فيه شويه، حس بنفسه. انا من ضد الحته دي، مروان عطيه بيلعب كويس جدا وبيأدي بشكل كويس جدا، بس محتاج ان انت تستمر. الاهلي غير اي نادي. بس خد بالك يا كابتن برضه في حاجه، ان انت عندك ديانج وحمدي فتحي يخوفوا اي ديفندر تاني بيلعب معاهم. يعني الراجل ده برضه عارف ان هو لو قل شويه هيقعد على الدكه، وفي حمدي فتحي وديانج شايلين الدنيا. لا ده في حد تاني اعلى من دول، احمد القندوسي. وفي القندوسي، بس القندوسي هجومي اكتر، طبعا هجومي اكتر. يعني بص احمد القندوسي عنده ميزه عندهم كلهم، احمد القندوسي بيلعب في كل المراكز بتوع خط الوسط، يعني بيلعب ست. بس ليه حمدي القندوسي، ليه القندوسي ما بيلعبش؟ يعني ليه القندوسي ما بيلعبش؟ هي وجهه نظر كولر ان انت، يعني بص وجهه نظر كولر ان في ثلاث حاجات زي اماكنهم، ببدل في واحد منهم بس، ديانج حمدي السلية. على اساس ايه بقى؟ ان انت مصاب وحالتك البدنيه، فعشان اشيل واحد واحط القندوسي دي صعبه. لكن مثلا ماتش انبي القندوسي عنده مشكله في ان هو مش بيدافعش، ما بيلعبش، لا بالعكس هيعرف يدافع. القندوسي بيلعب سته وبيلعب ثمانيه وبيلعب جناح يمين وبيلعب جناح شمال وبيلعب صانع لعب. بس في الملعب لما كان بينزل ما كان بيزرع على فترات. القندوسي، القندوسي بص في نوعيه لاعب بتيجي من نادي زي احمد الكاس زمان. احمد الكاس زمان لما جه من الاولمبي للزمالك، الروم بتاع النجم بتاعها، تيجي الزمالك، الزمالك منظومه لازم تدخل جواها. احمد القندوسي جاي من فاقس تيف، هو النجم حتى لو سنه صغير، هو النجم. تمام. لو انت تفتكر علي معلول لما جه الاهلي كان كده، علي معلول خد سنه لحد ما ابتدى ايه يبان حسام البدري. لا كان بيلعب صبر الرحيل عليه، يلا ربنا يوفقه في الصفاق سيبك، ربنا يوفقه. فاحمد القندوسي كان نجم حتى لو سنه صغير، كان نجم فاقس تيف، جاي لازم يدخل في منظومه، لازم يعرف ان انت ترسم من ضمن مجموعه، مش انت النجم بتاع المجموعه. بالظبط. نورتنا يا كابتن حكيم، الله يكرمك. ومحتاجين نواجه كلمه في النهايه لكابتن رضا عبد العال. بقول لك يا كابتن رضا، انت ربنا يكرمك دلوقتي، انت عديت الراتب الشهري بتاعك، ضرب الفلنجات، ضرب رقم كبير جدا دلوقتي من بعد اللي انت بتعمله ده، اللي مش عاجبك غير تكيس جوناس اللي قاعد في الشقه في المعادي. بقى بيقبض اكتر من كولر دلوقتي. لا 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 نورتنا يا كابتن، الله يكرمك.